القضاء المصري ان شاء الله يجيب لها حقها. بنتنا ما تقلقيش من ده، القضاء المصري يجيب لها حقها. عندنا عصفوره كده، عصفوره هي في اخر العيله. العيله كلنا بالرحمه وتقبلوا عزائنا جامعه المنصوره، تقبلوا عزائنا، تقبلوا عزائنا يا ماما، تقبلوا عزائنا يا ماما، هي بنتنا وهي اختنا واحنا بنشاركوا الاحزان، وتقبلوا عزائنا كلنا، تقبلوا عزائنا كلنا، وربنا يرحمنا. اللهم امين. هروح هنقدم ورد على القبر بتاعها ان شاء الله، كل زمايلنا دلوقتي حالا باعضاء التدريس كلنا هنطلع ونحط عليها الورد ان شاء الله. نستأذنك تيجي معانا. يلا تيجي معانا، بس تبقوا احنا معاكم. احنا اكيد ما جبتوش ما جبتوش حاجه تعوضكم، احنا 3 سنين معاكم بنشوفكم ما بنشوفكم، بس احنا واقفين جنبكم. عارف والله بنشوفكم في الاخر، ما هي بنتكم برضه يعني، هي مش بنتنا لوحدنا، هي بنت الجامعه، بنت الجامعه وشريكه الجامعه وشريكه الجامعه. احنا مأمنين بربنا، بنقول الحمد لله، احنا سلمناها عند ربنا، بنقول الحمد لله، احنا مأمنين بالله وعارفين انها راحت عند ربنا، بنقول الحمد لله احسن مننا. الحمد لله عند اي حاجه نحتسبها شهاده عند الله. الحمد لله نحتسبها شهاده ان شاء الله. الحمد لله معانا يا جماعه، يوم كلكم معانا معلش كتبنا بعد ما عشان الناس اللي معاكم بقلوبهم وكل مكان. احنا اخواتنا كلنا، اخواتنا ما شاء الله، واحده خلصت الالسن، اللهم بارك، وجوزها في السعوديه مهندس، باباها مدرس، يعني ناس كويسين، مش علم نفس من جامعه المنصوره برضه. احنا معاكم والله ومش راضيين عن الحادث، ربنا يرحمنا كلنا جميعا، ربنا يلهمكم الصبر والسلوان يا رب، ربنا يصبركم. تعالى المقابله يا جماعه، يلا هتقدروا تيجي معانا؟ اما هتيجي معانا الحاجه، يلا الحاجه قومي تعالى معانا. في حاجه معاك ولا لا؟ هتيجي عشان تقرا ام احمد. تعالي معانا يلا، انا هجيبها انا يا جماعه، مش عايزه كتير يا جماعه، انا عايزه اتنين ولا حاجه بتاع، بس مش عايزه اكتر حاجه، معلش بعد اذنكم يعني. ماشي هجيب بس الدكتور ده. اتفضلوا يا جماعه. كريم اللي معاه تليفون مين؟ حد معاه تليفون؟ لا عايز يرن على رقمي وتليفوني.